بيتي يتقدم، فرصة للنصر عند غريب، يتحصل على الكرة عرضية خطيرة، وكرة وكرة في المرمى يسجل الهدف النصراوي الأول، حط الكرة العرضية على رأس أبو بكر، حط مباشرة لأن يتقدم النصر مبكرا، هدف أبو بكر. شوف العرضية، يا سلام يا سلام على غريب، وأبو بكر حطها، أبو بكر حطها على يسار حارس المرمى فريدريك أنتوني لأن يسجل النصر الهدف الأول. نعم غريب حط عرضية رائعة، تمركز جميل، وعندنا كرة في محاولة، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة. خطأ لمصلحة أندري بوكو، خطأ لمصلحة بوكو، كرة جميلة والكنترول، طالت الكرة على تمريرة جميلة، وكرة وفرصة، على فرصة لغريب، على فرصة لغريب، كانت رائعة من جانب أبو بكر. شوف حطها، حطها والله غريب، حطها غريب، لكنها مرت بجانب العمل في الأيام والسنوات الماضية، واضح وتراكمي والتطور والنهضة بالأندية تدريجي حتى نستوعب. ويمرر خطيرة للخليج، محاولة وكرة ومحاولة مرور، وحكم المباراة يشير إلى ضربة زاوية للخليج، ضربة زاوية للخليج. كونة سار، محاولة من جانب أيمن، أيمن الحجيلي، وخطأ لمصلحة أيمن، خطأ لأيمن، خلفة موجودة، تريس تلعب عرضية وخطيرة وكرة، لكن أبو بكر يتدخل. حسين دانويفي بشكل ممتاز جدا، يستطيع حسين على المرمى، لم تكن كثيرة لكن صحيح في استحواذ أكثر من جانب النصر في مجمل الدقائق التي مرت. لموراتو، فرصة للخليج عند البرازيلي، يمرر خطيرة للسميري، وكرة خطيرة جدا من جانب بوكو المتقدم إلى الأمام، بوكو خطيرة جدا، خطيرة للخليج للتعادل. شوف الخطورة التي يصنعها الخليج، سميري خام، يمرر كرة لعلي الحسن، والحسن قطعت الكرة من أمامه، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة، يريد أن يطمئن على سلامة اللاعب الساقط على أرضية الملعب. نحن اليوم في آخر أيام سنة، فرصة بيتي، مرور، الله الله، أوه على كرة، أوه على كرة لبيتي، عمل فيها كل شيء إلا التسجيل، عمل فيها كل شيء إلا التسجيل. شوف ومرر، وكرة خطيرة ولكن تغطية موجودة، عندنا كرة فيها محاولة وخطيرة، وكرة عرضية وفرصة لمصلحة النصر تبعد، وحكم المباراة يشير إلى مخالفة، خطأ على ألفارو، خطأ على ألفارو، مخالفة موجودة. تمريرة الرد الآن، محاولة تاليسكا راحت للحسن، خطأ على علي الحسن، خطأ على علي الحسن، مخالفة موجودة، تدخل حاضر في الكرة الماضية، وبالتالي أكيد أن تاليسكا سيكون في خط الثالث. يتدخل موراتو أمام جوستافو، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة، خطأ لمصلحة موراتو، تدخل من جانب جوستافو، وعرضية من جانب تاليسكا راحت لأيمن يحيى، والترويض لم يكن على ما يرام. شوف اللقطة الجميلة جدا من جانب الفي الآن أمامية، وكرة لتاليسكا وفرصة للتصويب، لكن خطأ الآن موجود لوكاس، خطأ للوكاس سوزا، خطأ بطاقة صفراء على تاليسكا. لوكاس سوزا 32 سنة البرازيلي. عرضية موراتو وخطيرة جدا، خطير الخليج حينما يتقدم إلى الأمام، خطير الخليج حينما يتقدم إلى الأمام، وأوسمينا يتدخل. شوف اللقطة، شوف موراتو لعب العرضية، موراتو وكرة خطيرة، لكن الغنام هو
هذه الكرة الخطيرة جدا. الغنام تدخل، القائد تدخل وأبعد الكرة إلى خارج أرضية ملعب، إلى ضربة أيمن يحيى، إلى جانب علي الحسن، وحكم المباراة يعطي مخالفة موجودة لعلي، مخالفة لمصلحة علي الحسن. لم ينجح في ذلك، انطلاقة سريعة لموراتو، الفارو يبعد الكرة، الفارو يبعد الكرة إلى خارج أرضية ملعب، إلى رمية جانبية، يتقدم في كرة إلى الأمام وتمريرة أمامية، وتاليسكا طالت الكرة وراحت إلى رمية جانبية. حكم المباراة يشير إلى خطأ، الحكم يشير إلى مخالفة موجودة وخطأ لمصلحة الخليج. كرة للخليج تلعب أرضية ومحاولة لكن بعيدة جدا. عندنا ضربة زاوية تلعب للخليج، محاولة بالرأس ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. غريب الآن لكونان، وكرة نصراوية، وكونان يحاول والسقوط، وحكم المباراة لا يشير إلى مخالفة لمصلحة جيسلان كونان. دخول في اللقطة، الضغط من جانب لاعبي عبد الخليج، كرة أمامية لتاليسكا، تدخل حاضر، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة وخطأ لمصلحة تاليسكا. لوكاس سوزا، بطاقة صفراء على البرازيلي، تدخل البرازيلي، كرة أمامية وخطيرة للغنام، وفرصة للغنام، وكرة خطيرة، خطيرة للغنام لكنها إلى خارج أرضية ملعب. فرصة خطيرة ومتاحة للتسجيل للغنام، عمل كرة رائعة تاليسكا. لا تشبشب جوزي على السرير، ومن ساعتها الخير جالي من كل ناحيه. اول حاجه جبت شبشب مقطوع كده وشلت منه الاجزاء البايظه، وبعد كده حطيته على فرو وحددت كده 3 سم زياده على المقاس وقصيت منها 2. بعد كده جبت فايبر وقصيته على مقاس الشبشب بالظبط، لزقته كده على النعل، وبعد كده ثبتت عليه الفرو زي ما انتم شايفين كده. هثبته بالشمع عادي جدا وهيلزق حلو جدا على فكره، ان الشمع بيتفاعل كويس قوي مع الفيل بتاع الشبشب. هلزقه واشيل الزياده كلها، هظبطه كده واتاكد ان هو ملزوق كويس، وبعد كده هجيب 4 طبقات من الفرو واقصها على الشكل ده. بعد كده هجيب فايبر واحشيه جوه بالطريقه دي، وهقفله بالشمع على دوران كامل. ممكن تستخدمي سفنجه او اي فايبر عندك عادي تحطيه حشو كده. بعد كده هجيب طبعا عملت الجزئين، هجيب بقى النعل واقيس عليه الوش دوت، وبعد كده هعلم كده، وبعد كده هجيب قطعه قماش واخد المقاس دوت وتكون زياده 2 سم تقريبا. بعد كده هقفلها بنفس الطريقه اللي قفلت بيها الوش. بعد كده هبتدي ان انا اجمع الاجزاء معايا، وبعد كده هلزق كده الوش زي ما انتم شايفين بالشمع، وهيلزق كويس جدا لان ده فرو والشمع بيلزق فيه حلو قوي. هسيب بس 4 سم هنا ومن هنا عشان اثبت فيه الجزء الثاني. هثبت بالطريقه دي، وبعد كده هثبت الاجزاء كويس جدا مع بعض، ولو عايزه تخيطي براحتك، بس انا شدت حبل كده وعملته ضفيره عشان يمتن معايا الشغل، وبعد كده زينته كده زي ما انتم شايفين. ممكن زينيه باي طريقه. بص بقى الجمال، بص الحلاوه، بيتباع غالي جدا، 350 جنيه.